اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات يوميات اسيرتا مع الماستف، ومعانا النهارده اوليفر تويست. اوليفر تويست للاسف رجع المزرعه لان اللي اشتراه طبعا اختلف مع مع الناس في البيت. في ناس طبعا ما بتستحملش الكلاب قوي. اوليفر تويست ابن برومي مطرس ذكرى عمري و فاليريا سيرتا هاوس. بيعض بس سن. بس اوليفر تويست ما شاء الله العض. نشوف يا مطر كده العض توب لاين الاندر لاين كلب الكرش معلش الباك الباك انجليشن اهي 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 الفرونت انجليشن اهي 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 شايفين الانجليشن في الصدر؟ شايف الانجليشن في الصدر يا مطر؟ ما شاء الله تمام. الكلب ده عنده 4 شهور. الكلب الوحيد البرندل اللي طلع في الخلفه اوليفر تويست اسيرتا هاوس من خيرة انتاج اسيرتا هاوس. طبعا احنا مش متعودين على انتاج البرندل قوي، الا ان الفترة اللي جاية هيبقى في برندلات كتير نتيجة ان احنا طبعا جوزنا ديكستر ديلفركاسو بتاع كابتن هشام عويضة، فحاولوا بقى تبدأوا تتعودوا على وجود الكلاب البرندل عندنا في المزرعة.